كازا الكوبرا ايش عم حاولا بعد الكرة عادت من جديد لنص على الفريق نادي الاتحاد العاصمة مزيان يرسل كرة خطيرة هنا الكرة فيها محاولة للمرور وصلت الآن ديايا يلعبها لمسيان على الجانب الأيسر مسيان يحاول مر مسيان مر مسيان تقدم ممكن يرسل العرضية بالفعل هي كذلك خطيرة الله على هدف عالطاير يسجل استلام كرات بالقرب من مرمى فريق نادي المريخ هنا الكرة فيها محاولة للمرور وصلت الآن ديايا يلعبها لمسيان على الجانب الأيسر مسيان يحاول مر مسيان مر مسيان تقدم ممكن يرسل العرضية بالفعل هي كذلك خطيرة الله على هدف عالطاير يسجل فريق نادي اتحاد العاصمة يتقدم بالهدف الثاني عن طريق اللاعب الخطير وليد عرجي وليد عرجي يضع هدف ثاني الآن في هذه اللحظات ويتبقى لهم هدف 4-3 لاحظ استلام الكرة بدون أي رقابة بدون أي رقابة ما الذي يفعل دفاعات المريخ هنا وكأنهم ينظرون له وهو يسجل الهدف وكأنهم يستمتعون بأنه يسجل هدف على الطائر بهذه الطريقة مزيان هذا هو الخطير دائما صاحب الحلول ثلاث لاعبين امام اللاعب وليد عرجي ووليد عرجي ياخذ راحته في استلام الكره الماضيه ووضعها في المرمى هدف